باسم مؤسسة اليتيم الخيرية نتقدم بالشكر إلى مؤسسة الحكيم الدولية وبالخصوص إلى الدكتور عبد الأمير هاشم لإتاحته هذه الفرصة، الحضور المحترم بكل أطيافه الجميلة. إنه لشرف كبير لمؤسسة اليتيم الخيرية التي هي برعاية مكتب المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم أن نكون بينكم، وتود أن تضع بين أيديكم الكريمة الوضع المزري الذي يمر به أيتام العراق وأرامله ونازحيه وغيرهم من الفئات الضعيفة التي وصلت إلى هذا المستوى من فقد الأحبة والأوطان وتدني مستوى المعيشة وتفشي الأمية وتدهور الوضع النفسي لتلك الفئات، وخصوصا فئة الأيتام والأرامل. لم يكن من الترف أن تنشأ مؤسسة اليتيم الخيرية لولا الارتفاع المخيف في مستويات الأيتام والأرامل جراء استهداف الإرهاب الممنهج والمركز على المناطق الشيعية وبعض المناطق الأخرى التي تتضمن على الديانة اليزيدية والديانة المسيحية. فقد سجلت المؤسسة 115,942 يتيم و 40,164 أرملة في 14 محافظة عراقية، معظمهم كانت آلة الإرهاب هي السبب في وتمهم وترمل أمهاتهم. وبعد سقوط الموصل عام 2014 بيد الفكر التكفيري لداعش الوحشي، سجلت المؤسسة 97,589 نازحا من الشيعة التركمان الذين تغيرت ديموغرافية مناطق سكناهم الأصلية بسبب إفراغهم من تلك المناطق، وأجبروا على النزوح بشتى وسائل القتل والترويع والاختطاف والاختصاب والإخفاء القسري ومصادرة ممتلكاتهم والإجبار على ترك دينهم ومعتقدهم. الحضور الكريم، كل المعالجات المطروحة لتخفيف آلام هذه الفئات المستضعفة لم ترقى إلى الآن إلى معالجة حقيقية لأصول هذه المآسي، بل هي حلول ترقيعية ووقتية. ترى مؤسسة اليتيم الخيرية المعالجة الجذرية لهذا المرض العضال الذي استشرى في النوع الإنساني هو بالوقوف الدقيق على أصول الإرهاب وتحديدا الفكر الوحشي والمتطرف ومتابعة مدارسه ومناهجه ومغذياته. وينبغي علينا جميعا تجريم هذا الفكر والحد من توسعه حفاظا على بنية المجتمعات التي أخذت تنهش بها مخالب هذا الفكر البشري. هناك بصيص من الأمل نجده في القلوب المصدومة للأيتام الذين فقدوا الآباء والأمهات والإخوة والأقارب والأصدقاء، فتلك القلوب الصغيرة رأيناها رافضة لهذا الفكر المريض. فإن اليتيم النازح آية غازي التي قتل داعش جميع أسرتها واحتجز أخاها الصغير مع أكثر من 65 يتيما من الشيعة والأزيديين في ملجأ للأيتام في الموصل، صدمت حينما رأت صورة أخيها على مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها داعش، وكان في تلك الصورة مجموعة من الأيتام أجبروا على حمل علم داعش. وقد قالت لمؤسسة اليتيم الخيرية بعد أن تنهدت كثيرا: الحمد لله أن أخي لم يحمل علم داعش. الحضور الكريم، هذه دعوة للجميع، فلنكن بشجاعة اليتيم آية ونرفض هذا الفكر جملة وتفصيلا، مع رفض الحلول الترقيعية لمعالجة سرطان الإرهاب الذي دمر جسد إنسانيتنا. مؤسسة اليتيم الخيرية، قسم الإعلام.